المشاهدين، بنرحب فيكم بحلقة جديدة، وكما عودناكم كل حلقة بنختار لكم الأفضل والمميز. طبعا من أهم القطاعات التي تمس المجتمع العربي بشكل عام وبالذات المرأة العربية هو قطاع التجميل. طبعا بنرحب فيك ست مها عواد. أهلا وسهلا فيك. أهلا فيك، شرفتونا. تسلمي كل ذوق. الآن بدنا نتحدث نبذة بسيطة عن حضرتك على بداياتك، تفضلي. أنا اسمي مها عواد، خرجت بكالوريوس تربية رياضية بالجامعة الأردنية، اشتغلت بالموفنبيك بسنة 98 as therapist مسوس وفتنس انستركتر. تعلمت على ايدين ناس اجانب انجليز، كان التدريب تبعهم كتير حلو ومرتب، وصلونا لشهادة ايتك من لندن اللي هو العلاج الطبيعي، وصار عندنا الاكسبيرينس هاي. قعدت عندهم 3 سنوات، بعدين انتقلنا على الماريوت. الماريوت اخذنا تريننج على مستوى عالي مع برودكتس اسمها ايسبا. بتأهلك هاي الايتك لدورات تدريبيه تكوني مستشاره او تكوني مدربه. بعدها انتقلت على عمان از سبا مانجر، اشتغلت 8 سنوات بمحل كتير كويس ومرتب. بعدين انتقلت على انذر محل قعدت فيه كمان 6 سنوات از سبا مانجر. بالماريوت كنا بنقدر هاي الايسبا نكون فيها كونسلتنت او مدرب. بعدها طلعنا اشتغلنا بعمان. عمان اشتغلت از سبا مانجر وقعدت 8 سنوات. بعدين انتقلت على انذر بليس برضو قعدت فيه 5 سنوات ل6 سنوات از سبا مانجر. بعدين قررت انه انا افتح فاميلي بزنس انا واهلي، وقررنا على هذا السبا، وحبينا انه كل شيء يكون فيه مرتب 5 ستارز، يقدر يخدم ستات اللي بحب تبعون المجتمع اللي بحبوا هاي الاشياء كلياتها. كل التوفيق لحضرتك. تسلمي. بدنا نتحدث اكثر عن الخدمات اللي بتقدميها، اليه العمل عندك، ايضا نبذة بسيطة عن الاسعار، كيف بتشوفيها ست مها؟ تفضلي. صراحة أنا محلي يعتبر the bigger one in عمان، سبا موجود فيه فاسيلتيز كتير حلوة كاملة متكاملة للست عشان تطلع عاملة من A to Z. فعندي منطقة الريسبشن زي ما أنتوا شايفين، وميلك بار قاعدة للكلاينتس، تقدر تشرب أو تأكل الفروت سلطة إيش ما بتحب موجود. بعدين بنتقل على منطقة المينيكير بديكير والجل كولر والجل نيلز، عندي صالون شعر، في عندي غرفة ميك اب، وعنا غرفة الايلاش، وصالون الشعر اللي ينو اللي هو الشعر سشوار او فير، اي اشي بتحتاجه الست. بعدها بننتقل على التشينجينج روم. منطقة التشينجينج روم انا محضرتها كلها، كار فيه روب، منشفة، سليبرز معقم وجاهز للزبونة، تقدر تحط كل اغراضها بهذا اللاكر تتنقل فيه من تريتمنت لتريتمنت. بندخل بعدها على منطقة الحمامات المغربية والحمامات التركية، عاملينها از كلاسيك، الاشياء القديمة للتراث القديم. في عنا منطقة الجاكوزي والساونا والستيم. بتميز انا صراحة انه انا عندي 4 غرف برايفت بالحمام، يعني اذا ست حابة تحمم لحالها، اذا جاي لحالها حابة تحمم تقدر بكل خصوصية تامة. وكمان عندي ميزة تانية، اذا ناس حابين يجي يعملوا جمعة ستات، جروب، شاور بارتي، تخرج، او 5 6 اشخاص مع بعض حابين ستات، عندي الاريا كمان فيها 4 بلاطات مفتوحة على المنطقة كلياتها. بنقدم الكركدي والليمون، شوية تسالي، فواكه داخل الحمام. بعدين بننتقل على منطقة الريلاكسيشن اللي هي نحكي نقول الفيشل، بستخدم جود برودكتس اللي هي جينو فرنسية واسنشلز اويل وناتشورال. وعندي البنات كتير بروفيشنال مدربين على از كونسلتنت، ينصحوكي لبشرتك شو اللي بناسبك، ايش لازم تاكلي، ايش لازم تشربي، ايش لازم تستخدمي البرودكت، اذا مويسترايزنج، اذا اويلي. فهاي الشغلات بنعطيها احنا از للكلاينتس از كومبلمنتري من عندنا. وعندنا مساج بانواع السويدش والاروما حسب الكلاينتس ايش بتحب، اذا السويدش قوي بيكون سبيشال المسلز اللي فيها تنشن، الاروما سوفت وميديوم مساج للناس اللي مش متعودين يعملوا دائما مساج، والستات الكبار بس تو ريلاكس، اهلا وسهلا فيهم، عندنا موجود هذا الحكي. وعندنا البرايفت اريا اللي هي السكر والواكس للكلاينتس. اما بالنسبه للعرايس فعندي غرفه برايفت خاصه لهم اللي هو موجود الجاكوزي بالحليب والعسل، بنسميه كليوباترا باث، اللي هو بعطيها وايتنينج وسموثينج للسكن، هذا بكون قبل عرسها بيوم. وبنفس الوقت ممكن تعمل الهايدرو باث بالشوكولاتس كمان، الشوكولاتس بتعمل على الديتوكسيفاينج اللي هو بيساعد على طرد الفضلات الموجوده عندنا، وبعمل على تنشيط الدوره الدمويه، وبعطيها برضه وايتنينج. فبتقدر تستخدم هذا الشيء بتروح فيه بالبيت ثاني يوم قبل عرسها، بتاخذ الدش
بتطلع على صالونها على البدلة بيطلع كثير شكلها، البشرة عندها بتعمل جلوينج، نضارة عالية. حلو كل التوفيق لحضرتك. اسعارك بشكل عام؟ الاسعار هي بمتناول ايدي الجميع. انا عاده بعمل اوفرات خصوصا هلا انه الشتاء جاي، في عنا اوفر بيقدروا الزباين تبعونا على صفحتنا على الفيسبوك او بحبوا يستفسروا عندي صبايا بروفيشنال بيقدروا يجاوبوهم، وبتقدر الكلاينتس اذا حابه كمان تقضي يوم بالسبا تعمل باكج من حمام لمساج مانيكير بديكير وسشوار، احنا بنعمل لها عليه سبيشال برايس، يعني هي تختار قلنا شو بدها تعمل ديزاين للباكج اللي بدها اياه واحنا بنعمل لها سبيشال خصم. كل التوفيق لحضرتك يا رب. مره ثانيه نتحدث عن الصعوبات والمشاكل، مثل ما حكيت لك كل قطاع اللي بيمر مشاكل بالذات قطاع التجميل بشكل عام للايدي العامله. صحيح. يعني تفضل. هلا لابد من المشاكل، يعني هي موجوده، بس طبعا الايادي العامله بهذا الشيء هو كثير صعب، فانت بدك تجيبي ناس بروفيشنال، خصوصا انه هلا الستات عم بتروح في سباهات، في بالاوتيلات سبا، في سبا سبرت فاتح، في صالونات صغيره، فانت بدك تحصلي على وحده تكون كثير كثير شاطره بروفيشنال، الستاف اللي عندك يكون، فانت بتاخذي وحده عندها خبره مثلا بالحمام، بس انت بالنهايه بتزيدي البروسيجر تبعك، كيف نستقبل الزبونه، كيف نحكي معها، كيف نخليها تكون مرتاحه، ما نحكي معها طول الوقت بالغرفه او بالتريتمنت، نقول لهم انه هاي الزبونه جاي تو ريلاكس بس تاكيد هي جاي ترتاح يعني 100%. فهاي الاشياء من الاشياء اللي بنواجهها بصعوبه، بس الحمد لله يعني اذا دائما باستمرار بتعمل لهم ريفرش، شو بيصير معك اذا زباين بيشكوا او ما بيشكوا، اذا زباين مرتاحين بنوصل هاي المعلومه للبنت وبنحاول نعمل كنترول على هاي الاشياء كلياتها. والاسعار حلوه وبقدر كل حدا يجي يعمل، واحنا عندنا سبيشال برايس بالذات الخدمه عندك نحكي مميزه يعني بالنهايه. yes. بالتاكيد نحدد للساده المشاهدين الموقع، ارقام الهاتف استثمها، ايضا صفحتكم على الفيسبوك على الويب سايت. تفضل. احنا موجودين فيلفت تاتش سبا على الدوار السادس بداية الصوفية بمجمع كبير اسمه مجمع بارك بلازا، موجود فيه بنك الاسكان ومهند ديب، احنا موجودين على الطابق السادس، وفي عنا ميزة كمان انه موجود باركينج بتقدر تصف الست بكل اريحية، تطلع سيارتها وتصفها من غير فالي ومن غير اي اشي، فهذا بكون هاف برايس لها، احنا بندفع جزء وهي بتدفع جزء. فاهلا وسهلا، اهلا وسهلا فيكم مع فيلفت. تسلمي حبيبتي كل ذوق، يعطيك الف عافيه. وطبعا مثل ما اخذنا جوله داخل المركز سوف نستعرضها لنعرف الساده المشاهدين اكثر عن مميزاتك وخدماتك داخل مركز فيلفت. كل التوفيق. تسلمي. شكرا لكم واهلا وسهلا.